ليك انا مالي بنت. شو عم تحكي انت؟ ايه مثل ما عم تسمع. وهلا عرفت؟ اطلع خبر الكل مشان يجوا ياكلوني وارتاح. روقي لا تخافي. صلي على النبي، اهدي. تعي عندي. احكي لي. انا يا حكيم كنت حب واحد بالحاره، حبه كتير، كنت دايره وراه من قرنه لقرنه، وكانت روحي معلقه فيه. ما كنت بعرف انه رح يطلع قليل ناموس وشرف. كنت شوفه باخر الحاره، كان يقول لي على طول خلينا نروح على البيت، بحكم انه هو يتيم وعايش لحاله. من اول شي رفضت، بس من كتر ما حبيته اقتنعت ورحت معه على البيت وقرب علي. رجعت على بيتي أنا عم هتقصى بهاي الدم وابكي، لا ليلي ليل ولا نهاري نهار. هو اختفى، ما عاد فرجاني وشه ولا قطعت أخباره. شفته مرة صدفة بالحارة، ترشيت صرت بوس ايديه انه يجي يخطبني ويستر علي. بزق بوشي وقال لي انا ما بتجوز وحده عطت شرفها بالليلة الدخله. طبعا الحق معه، بس انبهلي انا اللي رخصت بحالي. تقدم لي عرساني كتير كل واحد طلع فيه عذر. قررت احمل هالذنب طول عمري لحالي. بوس ايدك يا حكيم وبوس رجلك. بوس ايدك تستر علي، بوس رجلك. انا مستعده ضل خدامه طول عمري تحت رجلك اذا بدك تطلقني، بس ما تقول لحدا. خلاص اهدي، بوعدك اني ما اقول لحدا. شوفي يا بنت الحلال، أول شغله أنا ما اسمي حكيم، أنا اسمي ابن عمي. ابن عمي نورة. أنا عشت كل حياتي بالشام، وحيد مالي سند، أهلي كانوا بعاد عني كتير، والغربة زلتني، قهرتني، أكلت كفوف كتير لشبعت. بس رح لك هالكلمتين، الحياة علمتني إني أنا دائما أعطي فرصة تانية، لأنه نحن منستاهل ناخد هاي الفرصة. انت هلا مرتي على سنة الله ورسوله، واللي بيصير عليكي بيصير علي. بدي اياكي تتذكري هي الشغلة كتير منيح، انه انا وقفت معك وقفة رجال. هي الصفحة بدنا نطويها، ومع بدي اياكي تجيبي سيرة هاي القصة بنوم. عم تفهمي يا نورة؟ الله يرضى عليك يا بنت عمي.
خير. يسعد صباحك ابن عمي. ايه شو هاد؟ شو هالفطور الملوكي هاد؟ صحة وهنا يا رب. دخلك بتعرفي تطبخي؟ يو ايه لكن ابن عمي انا شاطرة كتير، شنو انا ضليت عند امي اكتر شي، خواتي تجوزوا عبكير وكانت اغلب الوقت امي تخليني انا اطبخ الطبخات بالبيت. ايه منيح كتير، لانه محسوبة بحب بطنه يا ما تشوفيني هيك. قريت عوافي يا رب. يعافي لي قلبك. طيب نورا انتي بشو شاطرة؟ يعني بتعرفي بالخياطة بالتطريز؟ لا ابن عمي انا ما بحب الخياطة والتطريز، انا بحب كون معدلة. معدلة؟ شو يعني؟ معدلة هي اللي بتمشط شعر العرايس وبتغندرهم. طيب منيح كثير، ليش ما بتشتغلي هي الشغلة؟ إيه لأنه أبي ما بيخليني. حبيبتي هذا الكلام لما كنتي ببيت أبوكي، هلا أنتي مرتي وأنا بسمح لك تشتغلي هذا الشغل. الله يخلي لي إياك يا حق. بيخلي لي إياكي، بس ليكي أنا عندي شرط واحد. شروط؟ هذا الشغل ما بتشتغلي غير هون بالبيت، يعني ما بتطلعي برات البيت، وإذا بدك تطلعي بتطلعي بإذني، والمرة اللي بدك تعدليها بتجي لعندك على البيت وبتعملي اللي بدها إياه. حاضر تقبلني حاضر، يلا رح تعميك من إيدي. الله يرضى عليك. يسلم إيديكي. ويديمك فوق راسي. لك الله يسلم ايديك يا نورة، فعلا يلي حكولي عنك انك شاطرة ومتقنة ما كذبوا خبر. لك تقبريني انت اللي وشك مثل البدر وما بدك غندرة. الله يجبر بخاطرك. ما قلتي لي لمين بدك تتجوزي؟ لشب هون من عنا من الحارة من بيت الجبان. وبدك تتجوزي لحالك ولا ببيت حماكي؟ لا الحمد لله مرتاحة من هي القصة لانه الشب يتيم وعايش لحاله بالبيت. وشو بيشتغل؟ بيشتغل بيطار، يعني بيركب حدوات للأحصنة والخيول وعنده محل صغير بالحارة بيسترزق منه. ظافر؟ يو يحرق حريشك ليش منين بتعرفي؟ هذا أخي كان يقول لي. أخ؟ عفوا عفوا ما تواخذيني ما تواخذيني مشان الله، كان يقول لي انا رايح لعند ظافر مشان نظبط حدوه الحصان. ايه صحيح لانه خطيبي صفيان هو الوحيد بالحاره يلي بيشتغل بهالشغله. وشلونه معك؟ ظافر لك يقبر قلبي، تخيلي امبارح لسه كان عم يقول لي انه ناطف قلبه على ما يشوفني بالابيض. ما تواخذيني مشان الله، وكيف تعرفتوا على بعض؟ هاد يا ستي كنت طالعه انا وامي وخالتي على السوق. قام لمحني ظافر وضل لاحقني هيك لحتى استدل على بيتي، بس انا ما عطيته وش لان مثل ما بتعرفي البنت متى ما عطت ريق حلو للشب بفك عنها، وضليت اتدلل عليه ضليت اتدلل عليه هيك لحتى جاب جاهه وطلبني من اهلي. الله يهنيكم يا رب. لك تسلمي لي شو انك مزوقه واكابر، ليكي اليوم ناطرتك على عرسي واوعك ما تجي والله بزعل منك. ما بقدر حبيبتي بدك تعذريني. ايه وليش ما بتقدري؟ ابن عمي عنده شغل بالخستخانة لآخر الليل. طيب خبري أبوك أو أخوك يوصلوكي، أنا كتير حابة تحضري عرسي، بعدين بدي أعرف المعزيم على الصبية الحلوة يلي غندرتني، مشان يصير عندك زبونات كتير. إن شاء الله إن شاء الله. خلصتي؟ بس اوعى تخلي حدا من المعازيم يبوسك او يعانقك مشان ما تخترب الغندره. ايه لا تاكلي هم. بدك تتجوز اليوم يا ابن الحرام؟ الله لا يخليني اذا بخليك تتهنى. رح افضحك وخلي كل اهل الحاره يحكوا فيك، حتى لو بدها تتعلق مشنقتي. هاد اكيد ظافر اجا. رح افتح له. مرحبا اختي، بديعة موجودة؟
أهلين يا عريس. أنتي شو جابك لهون؟ هذا بيتي، قصدي بيت جوزي. أنتي تجوزتي حكيم فتحي؟ وليش استغربت؟ اجيت ابن عمي؟ يلا ليكني جاهزة. يسلموا ايديك، كثير ناطرتك. ها ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي. يلا يلا خلينا نروح قبل ما حدا يشوفنا. ايه يلا بخاطرك. رايح تتجوز يا ظافر؟ ولا كأنه سويت لي شي بحياتي؟ هيك بهالبساطة؟ فكر حالك شاطر يعني؟ تعمل عملتك وتهرب وتعيش حياتك عادي؟ وأنا؟ أنا عملت معي عملتك وهربت؟ ولك كنت باليوم عم موت ألف موتة؟ لا والله ما حذرت، ما حذرت ابنك. أنا جاي على عرسك لطرب الدنيا فوق راسك، وخلي أمي طلة تفزع عليك. لك سرقت مني أغلى شي بتملكه البنت، فكرتك رجال وصدقت إنك بتحبني. أنا بدي قتلك يا ظافر، لك بدي قتلك واشرب من دمك. شو بده يصير يعني؟ بدي اياكي تتذكري هي الشغلة كتير منيح، إنه أنا وقفت معك وقفة رجال. هي الصفحة بدنا نطويها، ومع بدي اياكي تجيبي سيرة هي القصة بنوم. عم تفهمي يا نورة؟ ظافر يرجع يخرب لي حياتي من جديد. فتحي، أنا وعدتك يا فتحي انسى كل شيء. أنا لازم انسى كل شيء. كثير منيح انه انا ما فيني اعيش بلاكي ولا راح اعيش بلاكي.